ايوه، مساء الخير مدام رجاء، مساء النور يا هدى، اهلا بيكي. ازاي حضرتك؟ الحمد لله حبيبتي. ازيك يا دكتور؟ اهلا بيكي. سؤال بس من فضلك، انا اتفضلي. دلوقتي عندي ولد وبنت، لغايه سن كام في الولد اقدر يعني اتعامل معاه؟ لا ما تنزلش، لا ما تروحش. والبنت يعني، هل دلوقتي انا اتربيت على اني لازم امي مثلا الله يرحمها تقول لي ما تنزليش، خلاص ما انزلش، مفيش بقى مناقشه، مفيش يعني، انا عارفه انها مش هتوافق، انتهى. دلوقتي ما ينفعش ما اقولش لبنتي او ابني ما تنزلش، يعني انا مش موافقه انك تنزل، حتى يعني من غير اسباب، او حتى لو عندي اسباب وبقولها ما بتقتنعش بيها. أي فهل ده اعمل ايه في الحاله دي؟ وبعدين الولد يعني لما يكون عنده 27 سنه اسيبه يقعد في المطلق بره وقت ما هو عايز يجي، ولا اعمل معاه مشاكل؟ انا صاحبته، انا مش عايزه اوصل لمرحله ان انا اكون عنيفه معاه، وقعدت اقول لنفسي حتى لو عنيفه طب هوصل لايه معاه؟ يعني هو ابنك عنده كام سنة قلتي؟ 27. والده فين؟ ووالده فين؟ لا موجود، بس هو عايز يسيب له حريته. طيب الولد يعني ما موافق. بيقولش حاجة. موافق. موافق. تمام. هو أنا بقول لمدام هدى من الحكمة ألا تربوا أبناءكم كما تربيتم، إنهم خلقوا الزمن لزمان اختلف. غير زمانكم، وده بالظبط. كلام سيدنا علي كرم الله وجهه. أنت مش مطالبة إنك تحطي رولز في البيت كأم، المطالب بوضع الرولز هو الأب، المطالب بتفعيل الرولز هو الأب. لو الأب مش موجود كنا هنساعدك تعملي إيه، ولكن أي حاجة هتعمليها في ظل وجود الأب هي مهدرة، وإلا هتتهمي أنت دايما بإنك عدوانية وعصبية وحادة ومش عايزة ابنك يتفسح ولا عايزة يخرج ولا عايزة تديله فلوس. فلو سمحتي وإنك رجعية بالظبط اتكلمي مع باباهم بمنتهى الحيادية والدقة، وقولي له لو سمحت بلاش ضيع أولادك منك، حط رولز ان مش ما تقولش لابنك ارجع الساعه كام، ولكن قول له انا هبقى مبسوط لو انت رجعت قبل 12. ما تقولوش هتنزل الساعه كام، ولكن قول له انا هبقى مبسوط جدا لو انت ما عملتش كذا وكذا وكذا.